وعن داود يالي دلهانتي مه كنا سود واد أحمر كله يو برنامج كني برشو تدوات كانوا واحد إنه كسوق عدن دنا أبوي إنك الصومالية كده قن قربها يدي بيقول عبر هي ودن كي سي قي بقول نقطان سياسة الصومالية هي قارك له دنيا إن أهل كاسي إن شقو أما جنع سي كابوران إن سامين تايكو يلا نسوق وسكة وحن نسوق قاري عبشو ينفضن يدري يعني هوين كصومالية أما هو يين كأو يتلمع ميان إن لقط ضيعي إن هوشي غريغا يغو أباهان إهرير كودي أما أبوهودي تدوات كان وحابرنا مشكة مرتي يغو إن نظيفة علي فارح أو كميدا هوين كصومالية كوزو دوو مركلي برنامج كيني بلشو نظيف السلام عليكم مريم سيلع ولا شيء دقاليغا أد بانكو سلام يا أدق إيباه دا رويل تيفي إيا الأمان أمد الصومالية إدافها دون كان لقد دعونا يا دمان تونوا ولا سلام يا أذكنا أذي أذين خوجو حملينا يا برنامج كذا نقرأ في البلد. ما صنت هاي إن نضيفه إن وحن وحن وحجست إن قصص الصومالية إن جرهان كو قربه كدقن إن تاني دولة مركي أي هجاكتي إن نمكي إن جوجين أي هالسنة يا ما أمسى ودنكي أي كسمين يان إن شقو. ولكن هو أرين لو بهي هاي لكن هتنا هؤلاء كي وعوانا أنا وحيت شيء يعني إن المهي إن سكولكي إن وحبرشدي إن جورجي وحيد أنا لقى تجاي ولا إن قدين وكل قدين المسؤولية أي قاطتي أي قاطان أي نقطي إن وين عوادا يعني إن بالأرين كاسي إن سيكولو مقطع ذيك والله هرتا إن حدي أن أرين تاس أنفيريو هرتا وامد مد وامد في عن هرتا سأنا وأركو مد وامد أن هدان هؤلاء أن حوجا أن كعج جيرينه مد أن هرتا كفر حسنا وحيت هاي الرجل الصوماليات أي دل كيني هو يو أي دم نقول نقول يان أي هرمك أي بزنس أي وح والب أي جلنا يان أو هؤلاء الصوماليات مستل أي رال وجيين إن الرجلنا أي نوت هاي إن أن أرجونا رجيني أو ودن كي مال جشنا يا أمرنا كبزنس كأمرنا والب دم والب أمرنا كسياسة دي هوي والبنا أيده حتى نكيد أولاد جوجي وحلقة يابا هوي يا أبو سيمبر اسمه مثل ماها نبي جينا عليه الصلاة والسلام أيام مر والبوحولي جري إن الله نحرسته إن هوي ذو أي وح والب كو حق كو أيده إلا ذهاي حق لبض أيده إلا ذهاي حق صدح حد أيده إلا ذهاي تاسو معنيه ذو يهاي أسو أبي إلو جوجو أيام أنا ينجي هدو عاوي حنوصل أنا كفكرة أسو أبي إلو جوجو أيام المهي توشين جيا أسو أبي إلو جوجو أيام المهي سكول كجستها أصو أبي إلو جوجا أيان المهي نلشود كفكرة مركا هايدو وناج أي أولا التواي أي معها واحد إسك سمايليسو مركا ويجران أبوين أما رك فربضن أو أيق لفت الكودو مركا أركان حاس كودو أو سي حوق فرن أما نيد أي كتهاي وحول بوق قبنا يسو سن إسليه هدي أيدو كوس ماي كرتو ما حد يكوريرنا يا هدي أيد المهي سكول جينيسو هدي توشين جينيسو ما في له سر أي كبرح كرتو بكيس إيميل هذا نسوي كار قاركون كبدأ وحى شيء كيان إن إيسن أبوده هينين مرك هرا لقيت جيلو شيء جي بلوين أيام قنانا يا بيل اللي هو مت كتبنا إيه إن مغناشو ويسيف وغانيسو كبر اللقب وادنا أنا سينجل مادر كان هين دنا اللقب وأنت سعلسا سارا إن محي كلتها هاي علاس كمقاضي كرتا والله علاس كرتا هذا وعلوسي هاي مركرون تلو هذا لايو صوتوا أهو حد هاي ستاع المية يرو منا بارت تايم أجيني سو مش سكول كل وعي يرسينا يي مد سد هذا يبرك قلب نمك على صوب حيا مد أضرب تتوش إنها تجيسو مد أم بسكول جارلو تقول أتكو هاي سو هرت علاس فر بدن وأنا سارين هاي لكن علاس كسا علاس كنا سارن وحن وحول بكو اللو بينا رجعين مركي آذان دلكي ee business no gelna yaan oo xataa ilmaheena aan dib u cishanayno ani taas waa soo dhaweynaya rag waxa jira rag wadanka kula jooga oo dalkaan la jooga oo haweenkooda aan caawineen ayna xumaan ka ayn xataa even ay ka tahay hooyo ayda wax walba qabata
هويدو مسؤوليتي تي أبي إي تي هويدو بأيده إسكوهيسو رك قاركود أيه كده نعسي سنت أساس هدنا وحوي هويدو أيه أبوبع نجاتي إنه وحول بقبته مرك ما دام أضي أبوبع نجاتي أما سقوط تلاجش إنه وحول بقبته أنا جهن أمجدي إنه له هويدو ويفوق الدمت هاي إنه وحول بعريس إسرته سوته ود كان جون وود الإسلامي ما هدل كيجو هويدو إنه جي قد أول بلقسو عنا الناي أما دت كيجي إيسو عنا الناي أما درس كوسو عنا الناي معها وود أن فرتكو هايو مر أبي أنتو فكر لها أنا فكرة سوته هوي أي المهر ده شيء أبوه هذا أبوه أصلا ما والد له والد لكن أبوه سأنا أعرف هذي أما أن عنو جو هو اللعي أما أن عنو جو سقال بروسو وذا أما أن عنو جي مركو عاو مرحنا أنا إيه مرحنا لس أبوه معها أبوه متجاب إنت تجاب أنا إيه سا مركز سكس أبوه حتى عنو جي أو هو قبناه سينبر أنا وح إذا ما كان كل سنة هوي لما إنا عنو جي وح قط يعني جعلها ومجعل أبي حتى أسوي عاونها إنا أسوي كسمه سوته المسؤولين ده أنا إسارن تاعي مركز أنا تيجي كهله أما هواك صامل المستل واسقو ذا مت سبدين مركز وحنا لا يهاي رجوا حجر يوكين للجوعة أو هذا أنا أسكت نباتين أما أسكت كربينين المهودة ثمان وما أركان سوته وحسلي هذا هواي ده أيضا وح بكاجو الرئيسة marka oo idinka aan hadaha weyntihiin sababta keenaysa ila mas'uuliyadda waa la wada leeyahay ina aad idinka xabadka u dhigataan maxaa keenaya wax kasta in la qaybsado soomaahan wax walba in la qaybsado way tahay laakiin anagu horta ma ilmihi oo micni anaga aan dhalnay oo guursan doona ilmihi dhalan doonaan future-ka oo la leeyahay haddii aan aaway aan odageygi bal aniga maanta jikadan ku jiraa adna guriga gal ee adna sariiraha firaash waa future-ka dambe aan u maleeynaa laakiin anaga waxaan ku soo karnay meel la iska dambeeyo oo ragga iyo dumarkii ninki aan ka dambeeyayna ninkeygi oo wax walba aniga aan guriga ugu diyaarinaayo oo aniga shaqada ka ilaalinayo haday hooyada iyada raali ka tahay إذا رحالك هؤلاء أن رحالك كأهين دون إسأن إن لعويه وذي إنه صلابت جديد تحسن محل ذكره والله هرت هؤلاء داس إن لعوين أباهن هؤلاء يكسو وضمد معها هؤلاء أيها الرجع ككرتب بدن هؤلاء واحد جرت أيضا جعل وحول بالله سميه أو وحول بأيضا جعل إنه نيك هذا المهد سكول كوجي أرورتي أيضا إسكسين وست إسكسي هردو سد حدي بركة ما كيسو بحاجة أو كانوا توش مثلا نوم بدن لو يجران ساعة سمية المهد سكول كجستة توشن كجستة هو أيضا أو تلاقي الجورج إنه يكون صوته أي معنيه أي مامل كجورج إيو المه إيو أباب الكودي أي سكول مسكول استقلبته مركة وأو جرابة هو أيضا نيك هذا انتكت جاي أو أما سياسة آدي أما بزنس آدي معنيه أيضا وحي أي سكول ده علو يسو هدنا نقصوا ماله دان هاي لكن كانوا حوا ilmahayni waxaan rabnaa inaan wax walba aan sida aan wadankeena markaan joognay oo ahaan jiray cunug oo diriskina caawin jiray amal inaan u dhaqanno dhaqankuna wadankaana ma ahaa saa bikis waxa way saddex qol ayay ilmihi ku dhex jiraan saddex qol markay wariyaha oran kar aad ee macnihi TV ga fiirsada ama wax akhrista aan dhahno laakiin awl guriga hortiisa bacaadkay ku ciyaar jiray caruurti diriska ku ilmihi ku caawin jiray hadii ay ila caawina markaa waa u baahnahay ninkaygi inuu ila joogo ama odagaygi inuu ila joogo ilmi ila caawino sababta ilmi markan kor u diray xataa luqadda Soomaaliga afka Soomaaliga ayaa xataa ku yaraanaya sababta ilmi ayaga wadankan ku dhashan luqad Soomaali af Soomaali Soomaaysan arag aniga way fahmayaan laakiin ayaga markay hadlayaan ingiriiska ayay ku hadlayaan marka taasna waxaan ugu kaliftay ilmihi kuma aan dhex jirro saa u badalnahay aan ku soo laabto een daawada ayaa qadka telefoon ku jira assalamu alaykum عليك السلام والله على برنامجك كسو دبو سي وانا اكسن ان مغا ولا لا زهره اي زهره سو دبو ولا لا برنامجك ان سؤال ان فكر محاضره هيسا ان ولا الفرنتي ان وحانو ملينا انغا سومالي هدان قبضه الصوماليات ها ان هورت عودن بدل نسارين هي سي وانا اكسن لكن هذا نصير إلى تاي وحنو مالينا إن أنا نقدر سارنا على سكين تي سبب. هاي. وان مني إن أنا كي كم عارنو. هاي. مركا دباستو ده نهيسة تو حن مالينا إن أي تايم إن أنا نقدر سجيه سنين. هاي ما هاي كي نيا سلا هذا هاي سار إن هذا نضيفه تينو شيء جيسة وأنا قا أيا مسؤولية قادنا هنا. إن محاس سبب هاي إن قبلها سوام عليه مسؤولية إن أيا إيش هو كوبان الماء إن أيا دلينو كلية ee u qaataan maxaa keenaya wallahi runtii aniga hadaan tayda ka hadlo fikrad ahaan waxa ila tahay in annaga ay tahay koolbada runtii oo ingiriis Soomaaliyeed waa eedeynay waa eedeynay waa eedeynay runtii gabdha hadaan nahay laakiin ee daanaga ina saaran tahay maxaa sababto ah runtii waa isla dalnay ha runtii waa isla dalnay hadii aan iraahdo ilmahayga ilmahayga oo aniga un aan qararo iskuulkii geeyo شنا عندي رادو، أوكي، وجي فامسكين كابو سوشيتي، أنا كهول بدن كرجي جوا،
فرنتي قوش مالية هوش هاي ساتو انت ما كتالو فرنتي آد يا آدي أفر بدن تحي ويلشي مركا إنان أنجا وإنان استعمالنا عيقا وحو جيني عروا عروت أبوهد ورقيني هديسن أقون حتى وإنان بحنا ما أنت أدونك والله ربارك ويدين هديسن مين جرشتي أبو إيه مردي سديارين جرشتي عاني يسو أشوبي جرشتي فرحالك لو جين جرس راشد لقد بوضي وزوروبي جرشتي مركاس مركان جوني سوماليا كوز هوي وحي هيسفي هلا دوردان ولا شيء دكتورة كرقي جوكتو عاوين هيسو بناك عروس هديكو عيارا عبسي مقبتو خبرشتي درس كاي جوكتو قفل بو ايا كلو كورينا هاي سوماليا مركلا جوكو وارون مركب معانتا وحي نقطي قبدي سوماليات يا عروسي يا افرتي دربي مرك وحال له قبل الصوماليات وكعب ولا عليه يجي ونكع ذيك سدة هدوسن أودن وحنوسني هوا كرني لكن هدوسن حنوسني وإنه قيبتي سقطها محيطها مرك قيبتي سيارة وحسكو قصقص رنتي أي قيبتي سقط حالا ها وإنه قرقة هو فريعة وإنه ولا شيء حالا لا مباهنا بيحب نانكا هدونا شوبينكا قبرك تقبر كيلو هاي حنونا إلا ذهاي قبرك تقبر عشان ما أنت وطن كان يقول لنا وحي شيئاً إيسا حنونا دماني أيضاً قبر دائر أه نسيب دهر محاك يعني لباتين كيلو بريسة يا قدر صدق إليه قادو نيكن ووجيفو يا قدر صدق فراء باورك انتاك دفتو إليك حيسو أي شابين دونتو وغيرك وحو ستماعك قدن عني لها إيسو إيبسو رونتي وحي إلا تحي ميت I don't know what كرتي بدن هاي I know قبر صوماليا دوي كرتي بدن هاي معانتا صوماليا دي باعتا دعلا يودن قبيه صوماليا دا كدب هاسي رنتي الحمد لله عارنتا وما سيشفه ما نهيلان بأبال قوشيتا وما سيطا هذي قبلوهس إلى هدرتي سأسميان أجر إلى أكتي سكيلا لدرجة ذي وحلي وعين الموضوع كسب وما صنتها ولا شيء قالي فكر كاي قالي أنا ذي هذا وما صنتها ونقفر أحسن هاي أنا إنه مقرنا نضيفه إن خبرة سومالية تصدع إن سهرة قبلها حتى الله حلي سي ترمان توكله مسؤولية إيجا ولا قاضي لكن أنا جوحا نوجه هاي قبلة هنا نديارو هاين إن مسؤولية كل جيس إن دش أبريتانا نديارو هنا لكن هترى الملك صلابتانا عن القانون ku qasbanaana ayaan ayaa jirto taas oo kale ayaga maxaa la yeelay kala in wallahi sida gabadha walaashay fikirka fiican ay hadda ka dhiibtay horta waa run si kasta aan ugu tala galnay in aan ninkeyga adeegsado ama odageyga aan adeegsado haddana waxyaabaha qaar kood waxaan mar walba ana culayska dhabarka u dhigana waa haweenku waa sida gabadha walaashay hadda ka dhawaajisay mar walba culayska anaga ayaa isku taxlujina way jiraan haweenki oo dhorto waa isku wada mid oo haweenka dhorto feer baa laga wada abuuray oo waa isku wada mid laakiin waxa la isku haysta bal awoodan tirada badan iyo kartidan tirada badan iyo lugayaan xanuunay iyo intaan xanuunay si gabadhan walaashayna ka dhawaajisay in bal aan ninkeena u nasteexeyno anagoo dhibeynin aan dhahno bal wixii shoobin ahay wixii adeeg ahay ilmihi tuushay kan joogo nadiifo in mowduucena maanta wuxuu yahay ka kuwa maqan صح كان جوجو وجوجا والله لك ثا لكن كان كل اللي أيهم حلا ليك راه كاسي اللي هرت الدم بمرق أقول رسم عن رال كأن هرت ما أقسم بحين سوتو الدم أبهنا يعني جا وهدو يجيري أو ذكي جوا بحيا أو بزنس عن صوص سمينا يا دلك يا المال قلنا يا وحبان سمينا يا وحبان أبوري أنا إجا فلان تاعنا عنده ولا لو مية ماش أدلك وحك أبوري أما أدلك أدي بروس أقسم مين يصير إلنا إلى كوري كم بيحكر كل جاي مرق وحيان ليس قلت أنا هدان odagayga aan fasaxay oo asiga aaday waa in aan dul qaato waa in aan wax walba waa waan u soo laabanayaa arintaas su'aal ayaan ka qabaa daawada ayaa qadka telefoonka ku jira assalaamu alaykum hala maryan sayla waran fiican walaal alhamdulillah walaalay arintayda aan ka dhiibanaya halkan haye si soo magaca marka uu horeysado raaliya walaalay xabiiba la dhaha walaal xabiibay soo dhabo haye gudagal barnaamijka walaalay waxaan maqlaa inaad tiri قبلي صومالية با على على هاي رجى وكبد التوي وصومالية كأدي. ها. مركز رجى وحي أتر نحى رجى مركز هالكن بالقول لي ذي ما قرتين. ها 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 هاي. مركز قبلي أنا أفرل واتك سع رجى أم بعبينا يعني رجى أم بيدوش وحق صار لكن رجى وحوين الرياض ما هيستعمل ما قرتين. سوى ناكسن. deni ke adile dani ga kumaamulo hayo oo shopinki gurigi wax kastaana gacanta ku haya kumaamul adii isoo xaro iska tag ha
نرجع أسرع واحد صوت أمي يا واحد أسرع لفيس اللي عايا. سوى نعكسن. ده مركب وحي من بالماشن لقى مرة بس كأنه قرح سنة بس كقرح سنة وطن كعجوه بلنا عدين دقوا يا تصافيري. هاي. إلى أن توانتفاء ورماشن حلو يا رجل مرفش كي كجرا رجل وحبا مقطان فجد يا قصنات دي بمها يعني. هاي قصنات دي بعلى الله ورجع الله إذا قصنات كلها تيسو مالك سمينا يعني. وهدون شو ده نين بالله ورد فنا يا مركو ترن حلو يا رجل بعد نقتل مركو رجع حجابا أروه وسؤال ده وينه. مركو جبادو كل رجل بعد نقتل يا المها ما هي كرو كم ويا. ها. ده حتى بتوع المها كده بجيسو يقولها لك رئيسة تودي هل كهل سلد هل كاسات ولف هوي في عن أو هواريري أبتيه ده ضن أي جوعان. سوى وافق نيكي حد دايسو سيو واسيغ دور مودا هاي احادو لكن توني فاور انتي ناغان تيفيغ صافرستان كوداي راكي واسيدا راكي واسيد راكو عيب ملاها والوكس واكي شقي جري او ناكت مامول جري او وحكا استبيلكي وحكا استبحين جري مريو سيلا والوكس هادا يوكي لماذي ناغيه كل وحي سوبيان انا سيدا راكي استعمالان اي او او فايستان لمبر كمينين اي اوقاتان كو ناينان كهالكن جوغا والا كرتي لكن ان كو ايدو غوريغا نبد جيرتو ان انتي او شيغان غبدهي وا سو لابانينا نولبا ميش كاسو ايغينا كديبنا ديب او سو لابان وا اي غبد هيسات شان عرور او كان اوغو يري هي لخ بلو جير او ان هارسن يكيتو لبا سن انتاس اسكو هيسو الا ايو 4 سنه ان سوخدي ماركاي اسكولكا اادايسو انتي كان لخد بلو جير الا ايو كان شانتا سنه جير اي ودا كلا هينايسو تاس حق ميا ماركا ما يا حكمة حكمة عم سذا هداي رمتي حكمة لكن هداي هين كرير مريم سير عواينا أنت دياركوا قرطاء هل كي هو دول كي هو اللي دكتها وما سنتها هذي هذا وما سنتها وفكر هذي هذا ونعكسن إن إنه وحلا سو شيء غور رمتي لسه شيء كان وارين مهم أحد ما كاجم ما حدلنا يا وقت كاجي إن حبيبه ما شاء الله إن واحد تابطي قبلها إن نمكا مارسي هدي لا إيوه هرت قوس مرك لقى هلايو لبده دينعبه ولا بده بكا نمكا هنا ويب كان تمرك هنا ويب كان إن لكن مركز تقفك أو دعيش كواسك دمك سيدا أنا جا إلى تهاي لكن أرينك هذا مش تعلو حتى قبل هرت أنت المهي عليان إيوه متجين قوتك المها علي وكتك قبل يبالم والب إن ويه سوى عتمي سيسول لابو وبالببلوسي قبنا يا معلم معلم بودي بايو وأنا منكي مركا إيهن نينك سلاسة مي مسؤوليتي سما قبي مسما قبي إن هرتا أنا جو حان قبا إن قبر دي مركي أضيق ذي وكت جي إلا ده ورني هو صار لابو هو شيء يقول علوس أنا هرتا وحان ليه لهاي هرتا دلك إن هذا ما أنتوا أنا بد هدو ودن كلا أدوا جوني لكن هدي أو سومالي يتجي سومالي ما أنتوا أنا بد إن المها عن أود أو عن أو أرهرنا دلكيني sababtu waxa weeye dalkeenay markii uu dagaalka ka socday waxa la dhigi jiray dagaal baa ka jira hadda dagaalku waa dhamaaday dhisma ka socota qurux baa ka socota ilmihii dhaqantoos ay ku noqonay markii qofkii awooda hadii odageedii ka tagay ama tiixta aan odo lahayn ilmaha haysta ani waxaan kula talin lahaa wadankan waxa la yiri in dalana baday laakiin in laga hajiro oo dalkeena aan ku laabo horta way noo fiican tahay marka gabadha cabanaysana waxaan dhilahay hadii odagaadan uu ku soo laaban waayay waxaad isku dayda in aad baladii ciyaalkaaga hol dheen way ku taa waa meel kulul waa meel maasha Allah in aad dalkaaga ilmahaaga geysato taasa ku fiican odagaaga aad la qaybsato nolosha haduu soo laaban waayay oo meesha uu ka helay in aad u tagto taas aanay la gudboon ka war hadii nolosha meesha ay in aan la wada qaabili karin famil ahaan hadii aan famil ahaan la wada qaabili karin hadduu xal ila nin tourless u seexda asaga yaqaana marka hadii aan odageygina wada qaabili karin meesha ama gabadhii odageed u wada qaabili karin ayadii ciyaalkeeda ama oo guri u ijaari karin ama oo nolol u sameyn karin Soomaaliya hadduu waxa jira meelo xataa dad oo samafal oo dadka caawiya hadii run laga tahay qofka nolosha qofka nadiifo qofka nolosha ku jira inta ka bax Soomaali aadaya kadibna ana samafal galaaya ده هذا أي أقعد كتليفونك بجرا يا روا أنا فرصة سي هلو السلام عليكم هلو مي مخلصة هلو السلام عليكم سولو ولا لا عليكم السلام ولا لا وندو هاي مقع أيوة هو يسوع مالي أيوة يسوع ده هو إن برنامج كفكر سؤال محاينه هيسا walaalo hooyso maaliya telefoonka iga la socdo ee shaashada ee iska naqsi ama iska dami adoo raaliya ah
وي ولا وحنقول وحلص على برنامج كا سوى ناكسن برنامج كا يلا صعدا هاي مركا وحويا هويو يمكن تتوابي رأيي ذاك الشات كاكو توابي هرت رأيي وناكسن بقاركوت كتوابيان حتى هات ايه هو يدي هاتي اي محل هذا اي دور كذا قادته ابوه نو دور كي سقاته وحب الاسلام وايو وارن وحويا ابوه وحلي دور قونية وديبت كعيار ليرا هاي هو ينو قريبا لو سميه هي عرورتا انا يدو محل هذا ده عرورتا صبر بارسو او يدقن كوغيسو هاجيسو ودين تونا انا فرطي سوى ناكسن مرك هذه لبدي حاولوا لك على هايستو إذا بتي ودن كلوجا يمد هلك لجو هايستو هناك مرك ودن كان صار كشا أيستراحة باور فل بيت هاي ودي واحد كده نسات كأيش نبيجا كوركو مس عنا يا عروت نصف عن ما وكريسو سوى نعكسن and وحويين مرك أنا جرحي كي جوحي لتهاي قفك عقلي قلة أما دين تكون رقمايا أما إلهي كعب سنيا إنه نينك قيمه يساسيسو ناك تانا قيمة إلا دهي نيكونا قيمه ليه رقنا تقضى لغا مقاضو أن الرجال قوامون على النساب كتابك إلهي نوغدغي أكا وحوين رقا قيمه يساسيسيو سيدا إنا تيورا شاكتين وحي حوغ يوحي وحترا يوحي حول دي بديد كارتي دمر آنا هين إنه رقي سوقبتان هوي روحي دمر هين ene ku ekaati gurigeega ayaa aniga raayigaygu u leeyahay waa arin aad u fiican laakiin hadda mowduuca aynu maanta aynu ka hadleyno halkan aynu u fadhina waxa ay tahay in ee ragii ee qoysaskoodu ay faraaqeen oo ay iska baxeen oo la shaqo ay aadeen sida ay sheegeen in masuuliyadii ki aabay ki hooyo hooyadii iyadoo hadana la qabo wadankan oo taqaanid in dibkiisa iyo culayskiisa ay wada qaado gabadha ehn dibaatay sanay sidii dibba heysta dhahayso miyaysan dib heysan bay waan ku jiray dumarkii sida aad sheegaysaa soo maray baanahay si wanaagsan ay maxaadada ku dibadeed iyo ku guri iyo wax barashaba waan soo maray hawl badan oo weyn oo culus baa igu soo dhacday haye haddana hase ahaatee ninkii dhinac u ilaahayay ha kula haye hawsha halkan dumarka kaga dhacdaa way ka weyntay tii wadanka si wanaagsan haddana waxaan jecelahay in aan anigu raayigayga dumarkuna dhabar aday keenaan laannu iyaga halkan yimid raggiina aanti qadii iyo qiimihii laga qaadin markii raggii mas-uulkii laga qaaday raggii iyagana wax caruuray soo baxeen oo mas-uulba qaadi karay haye may fahamtay si wanaagsan marka waxa weeye raggii inaan mas-uulka laga qaadin the very first time uu guursado ninku mas-uuliyad gooniya oo dheeraada buu ilaahay saaray waara habukan keda xanaanadeeda xanuun keda tuuxeed oo dhan mas'uulka korka looga saaray marka waxa weeye naagta ragannimada iyo hadii ragannimada lihi hadii ay ninkeeda ka soo tiirisa dhankan isna u tiisa ka soo baxo waxa la maxmaanaya baan u maleynayaa hadii mid ka asaga ka soo bixi waayna maxaa dhacaya taasi waaniga kule qeyr mas'uul baabu noqday raggii oo dhan ba from here to wadankeeni way isku wada mid hadda wadankeeni tagtana waxa weeyaan Soomaaliya isku wada dar waxa weeye habar baa shaah karinaysa habar baa yaanyo iibisa habar baa hudheel furatay habar baa dukaan ka soo jeeda haruur bay gadeysa meel walba hooyo ganacsi ku jira waaran idankii lacagtii uu ka qaadayaa iyadoo ay dhasho qaad buu ku qaadanayaa ninkii wuu ka qaadayaa walaalkeed wuu ka qaadayaa meel walba hooyo ku liidata xaqiiqda ayaa taabatay waa mahadsan tahay aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga qaaliga waana kaaga mahadcelinayaa daawada kale ayaa khadka telefoonka ku jira ayaan jeclaan lahaa inaan la maraa islaacsiyo halo asalaamu calaykum asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh soo dhawo walaalo walaal waan dhawahay fikraddii inatii hadda ay tiri maasha allah aad bay ugu fiican tahay waxaan odhanayaa hooyooyinka soomaaliyeed inay sabraan sabr inna allaha maca asaabiriina idaa sabaruu raggana in loo sabro ayaa wanaagsan hooyada soomaaliyeed maanta waa hooyo aad adag waa hooyo fiican
وهو يشقد ذيك الصوب حيث آد بي هو يمكن أوفي عيهين آد بي دد أدد قويان مركا هدي أي تراهو أنا نمبان هاي نيكينا يراهو أنا نمبان هاي دو ما حي هذي ومجبا ميل تيتو وحبا ما هقاقل عروف تهلو الدنيو هلا صبرو إن الله مع الصابرين إذا صبروا إنتا ساند أورمية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أذبوا ما سنتهاي إن وكرم هذا علنا يا فكر كأجي إن هلا صبر أيها الليل هذا. أنت وقف كصبر كراء. والله كل أنا محنو أركاء سيدي قبلها أنا كود الدواجيان. إن هو يدو إمر والبطي سمرتا سمر كوا الجميلة ليري إن صبره أولاد ده أنا أدو أويني سأذكر سته. وحول بوح إلهي حقيقي إيمانا يهرت وح إليك رأمر إله مجرى. لكن أذق إنا دداشو أذنا لين كأجنا لجلان جغرينن. أدوغو سيدي إلهين أبريسو إن إلهي ودن كان جوغنو إن أناغا نغوب إلهي نغوب البادية أولادو نغوب البادية لنكاغا دو بحان أصمرتو أدو عيسو أدوغان إلهي يا مركز حكو سينا يا ويقي فعنا إلهي كووتو سينا يا أدوغانا مروبا لنكا وناغا هلا سميستا عنكا إيهن أباها عندي صالح بلودا عملاو بلودا كتغي كنتبنا أساقو سنة إيو حججري جمادي إن حرير عنكا يوكا لحين كراك نوكشن مجال أبدودي والله وحي سميكران هدو انتا كمقنا انتو انو كسو غاري إلا سنة دي وحل جرا ورطو وحي كورس انو ساس عقل ممقو لهاي لكن هل سنة اي وحل جرا وحي كوين ايو انو بي حرير لسميكرا هدي هو يدو اقلاتو ساوتو اهو يوين كقار ايا معنه وحي اسكبو حيا انو قاقي شالو كل مقو سنسوكر سن شالي تو معنه وكو نبا عمل لنكي لكن انا وحليرها سكستا عنروف تاد قدال قولك انو قادو كلا كرسن كل marka asagana ducwa looga baahan yahay si kasto u yahay aabihi marka inaad cunugi iyo aabi isku xirto waa in raayigeega way la qurux badan tahay oo loo samro xanaaq walba ku haya aad gadal u laqdo sababtoo ah cunugi marka hooyo kali ku soo koro micnuhu u baahan yahay dhanka aabi ayaa ka maqan oo seenbir aabi kama marmo marka aabu waa loo baahan yahay marka aabi haduu soo raasana cunugiisa ana waxaan balaayaa alxamdulillaah soo raasashada kasoo aabaha hooyada aan kala tagin ee wada nool ee baxay inta badan maqna soo laabtay kadib markuu guriga ku soo laabtay ilmihii qarkood ba aabaha way bisa loo sheegaa mooyane abnimo uma qonsano ma garanayaa because waqtigiisi intiisa badan banaanka ayuu ku qaatay marka een xiriirkii ilmahaasi aabaha marka meesha way ka baxayaan soo lama oran karo ha laakin xiriirki markuu aabay soo laabto ilmihii aabahood way yaqaanaan sembre ilmuhu waxba jecelin aabaha aan soo korin ba waay aabaha aan soo korin markay waxay dareemayaan hooyada macaankeeda ilmaha mar walba arkaan aabi hadii san arkin waxaan ka wadaa ilmaha hooyada iyo aabi ay kala tageen oo hooyada ilmaha ay soo korsatay waxaaba laga yaabaa cunuga hooyada maalin walba u jeeda qeyladeeda farxadeeda wanaageeda si ay u kolkolinayso marka cunugi waxa ka maqan dhanki aabihi aabi ama ha xumaado ama ha fiicnaado cunugu seenbar aabihiisa wuxuu weystaa aabo fiican marka ana waxaan ku bogaadin lahaa hooyoyinkii si kastaa cunugaaga adaa soo korsatay oo adaa la dhibtootay haddana aabihi dhinaciisa cunugii seenbar uu dareemaa marka ani hooyo kaligeed ahaan ilmeeda korsatay haddana waxaan dareemaa ani hooyo aabba isoo wada koriyay marka ani ilmeeda kaligeed soo koriyay waa dareemi karaa ilmeheyga in dhinaci jacaylka aabihi uu ka maqan yahay waa for example marka haddana maanta hadii ilmeheyga aabihi dhal uu soo xirirsado maanta anay asaga wixii naga dhexeeya waa gooni waa ku kala tagna soo maaha oo xaq allay ka dhamaatay laakiin ilmihiisa haduu soo raasanayo oo jidka fiican ila aabuhu waxaa jira fiican waqtiinlasiyo oo ilmihiisa la xiriiri kara iyo aabu xun oo waxaa jira aan ilmihii xataa adigii dhanka aad u wadamay dhanka lento u socdo ilmihii intaas aad ku rafaadaysay oo aad dhahaysay ama aabaha meel kale ku maqan yahay waa kala tagnay waxaa laga yaabaa inuu tusish xataa sometimes ay ku furaan ee dhahan hooyada ayadaan ceyrisay hooyada ayadaa san lagu soo bisay taasna anigu waxaan u arkaa wax xun oo cunugi qudradii jidka fiicnaa aad ku barbaarisay inuu ku dareemo adiga hooyadii inaad aabihi xumaysay si wanaagsan tii laakiin calaf aad ku kala tagteen waa gooni haddii cunugi adigii aabi xataa isxumayseen anigu waxaa ila qurxoon inaad cunugi cuqdadii iyo wixii adigii aabihida dhexmaray inaad loo sheegay sababta ilmaheenni niyadii aa ku xumaanaysa waa ku soo laabanayaa nadiifu daawadaa qadka telefoonku jalo asalaamu calaykum السلام والله لسه دو واحد دو والله لوك سلام وكاك هذا أنت إنك سوى عيسى ما قاعد ظهر عليه عندك سوى عجر ملك نظيفة وأسأل سلام يا سلام الله هلا ها والله لو كاك هذا هي برنامج كأن فكر تسأل سؤال محي إنه هيسا برنامج كوحا والله أن وأنا ما أكون مع سنتين وحن تغير وحن وحن سود وين قبلي حد لاقي نظيف هذا وكده سنت وسود وين وأنا أكون مع سنتين الله مدن هذه هذا وما سنتها ولا لا إن نظيفه مركا إن أبها ما رحت هرت إن قف وح كسو إن لنسايو
waxaa laga bilaabaa guriga in abaha in gurigiisi aanana war u heenin ee gabadhiisi ay dhibaatoonaysay ilmihiisi Soomaali haduu tago oo maxaan ku muxuu qaban karaa wuxuu qabanayo maxaa ay tahay tusaalaha abahaasi tusaalihiisu muxuu noqon karaa wallahi kulli aniga saan u arko aabihi hooyadii aabi isqabaa laga hadlayaa hadda aan mowduuc uu saaran yahay si wanaagsan laakiin waxa jira hooyadii aabi aan isqabin oo aabihiina intuu gabar kale guursaday ilmo kale ka dhalay oo ilmaas la korinayo hooyadina intuu ilmihii ay asaga ka dhalay intay kala tageen nin kale oo ay guursatay ilmo kaleento ay u dhashay ee ku weedii hore iyo ku weed gadaal ka dhashaba labadaba aabi oo isku wada haayo oo caawiyo iyo aabahaas kale oo asagana oo ka taga ayadii mid kaleento ilmo intuu u tago guursaday ilmo kale ka dhalaya kuway hore u weedtay ee kuwiisina wada barbaarinaya marka kuwa oo wanaag micnihii labada dhinacba ka jiraana ayaa jira kuwaas amal waxaan dareemi karaa aabihii markii uu hooyadan ay kala tageen oo asagana gabar kale inta guursaday gabadhii kale ee garoob ahayd ee ilmo haysatay la korinayo kuwa hore iyo kuwa asaga u dhashaba in gabadhii uu ka tagay ilmaha ay u dhashana oo mar walba soo xiriiriyo sababta waxa waaye ilmihii seen bir asoo aabahan wanaagsan uu korinayo oo hooyadiis qaba ama ilmo kale hooyadiis ka dhalay cunu ilmihii kaleento ay haddana dareemayaan in aabihii dhalay ay u baahan yihiin ilmihii oo aabaha xataa ay tahay afeeto loo baahan yahay ama dhinac loo baahan yahay aabihii oo aabihii aan laga maarmaynin si kastaba nadi su-aasha aan ku weydiinayay iga maadan jawaabin waxaan ku weydiiyey aabaha reerkiisa ka tagay ee soomaaliya aaday doonaya inuu xil qabto reerkiisa baaba kala dhantaansane waxa mas-uuliyadda uu noqon karo wuxuu dal u qaban karaa maxay tahay dal waxba u qaban karaa sababtoo aabaha baxaya oo dalka aadaya dalkeena xataa wuu u baahan yahay dadkeenna inaan tagno anaga xataa u baahanaa dalkeen inaan tagno dalka in la tagala iskuma hayso laakiin gabadha markuu uga tagay ilmaha gabadha shalama la caagu jiray ilmaha shalama la hayn jiray gabadhii ma soo cabatay ninkayga shalam waxba u qabin jiray maanta markuu iga tagay dhibaata igu soo kordhay gabadha horta ma leedahay oo su-aasha ma la timi gabadha masalama imaan ma la timi haddii ay qaarkood la yimaadeen anigu oon ra'yigeyga markaan ka hadlo waxaan siin lahaa haddaa ninkaa u baahanta u saas ku caagu jiray oo aad dareemaysid at least dalkaaga hooyo aad saas waa fikirkii la goor ayadaa hore khadka telefoonka ku jira assalaamu calaykum halaami maqlaysaa walaalo soo dhawo barnaamijka kusoo dhawo magacaagi meeshaad eed naga soo wacaysa adoo raaliya calaykum asalaam telefoonkayga la soco ee shaashada iska naaqusi shaashada iska naaqusi telefoonkayga la soco walaalo adoo raaliya waa idin salaamay kulligiin nadiif ay ku digin asalaamu calaykum haa telefoonkan kaala socdaa hayay ku tagal waxaa la yidhi horta hooyo iyo aabo inay isqabaan adduunka way ku fiican tahay ilmaha ayna is arkaan oo kulligood inay isla wada jiraan hooyo iyo aabo inay ilmaha ku dhex koraan way fiican tahay si wanaagsan marka doqon waxaa la yidhi hooyo korisay diric hooyo korisay waxaa la yidhaahda doqon aabe koriyaa ka fiican haye maxaa jira ninkaas nin ragow kusoo baxaa haye shaashada iska naaqusi si fiican ayaa nooda hadlaysaa in fikirkaagina aadaan u jeclaysanayaa telefoonka shaashada iska naaqusi iska gaabi waa ka xumahay gabadhaasi inaan isweynay si wanaagsan si wanaagsan arrin aada wanaagsan bay ka hadlaysay aad baan u jeclaysanayay taas waxay ka wadaa gabadha walaasheen aheyd waa salaamaynaa waxay ka waday micna cunuga markuu hal dhinac ku barbaaro si ayada hadda aan u dareemayo walaashay dhanka kan aabaha uu koriyo ilen aabihii markuu horta wiil koriyo waa laga yaabaa inuu adkaado oo micnihi dhibka iyo feerka iyo wixii uu arko laakiin gabar markay tahay barbaarta waxay ku macan tahay hooyo markay barbaarayso inkastoo labada cunugba ilmihii ay ku macan yihiin hooyo aabi inay wada koriyaan haddana ilmaha mostly waxa waaye markii ay u badato mar walba waxaa la aadiyaa aabihii wiilkii waa la raaciyaa gabadhina hooyada ayaa la raaciya si ay hooyada u barto gabadhii si ay ku dhaqmi laheyd berita markii la guursado mustaqbalkeedii hooyada ayaa ugu sheekaysa aabuhuna wiilka ayuu fyuturka badanaa ugu sheekeeyaa marka taas way ku haboon tahay in hooyadii aabihii wada jooga ay ilmihii wada korsanayaan laakiin marka hooyadii aabihii ay wada joogin seen bere ilmihii waa ka maqnaanaya mar walba dhankii aabihii
هدي إلمي هو يد إيه هايسو هدو أبي هاينا إلمي هو يبهي يدنك هو يدي مركز لما كلام مارمو سيدا قبل أولا شيء فكر كأي شيء كيس هدو وكبقو عاي ها إن وارنتاي إن نظيفة وحا صومالي بريقي دولة دي لحي إجستي إن سيدا مارتي معلمين تي يسكرتيو إن وحد بق قبل أيا لوري جنجري إن سيدا هدينو كسو قان هدي مركز إن وان منك هيركو دي كتاكا هولا شقق قرن أي هذا جرا لكن حتى أنت بدن تمر كودي ولا جوري جرين حتى ماشان مال يسول لك جور جور ما لهانة حالكم عيون قن يا قلت أنا وحن حسوس تاع ودن كين مركو لواتن كسر ودن كين أو سن بربورين إن حتى أي جري جرين أبياشن إن سعود قاعد جرين أما عربه تيجي جرين أي كسوس قين جرين أي أرسل سو مغنان جرين أو هاي الماء هي جرتي حتى أنا اللي دريم جرين waa Soomaaliye joogay ha hadda marka waxa loo dareemayo hadii aabi uu tago waxaaba jiraba aabi iyo hooyadii wada kala wada tagay oo isqabinba markii culays ku soo hooyada ma saarin ilmihi ha hadii hooyada ay aabi uga tagto horta lama arag aabo ilmo looga tago wadanka qurbaasa u joogno badana waxa looga tagaa hooyada ilmaha sawta hooyadu way kaga micnahay adeeg badan tahay aabihi waxa laga yaabaa cunugeega maanta markuu jiran yahay caawu jiran yahay inaan 10 jeer u soo koco abi asu ila jooga asqabna walaga yaaba saana u qurboonaayo inuu san asu u qurboonin oo waan in raga oo macnihi waxa jiljilay calaanka anuu waa jilicsanahay cunuga markuu indhaha kala furo waa soo kacaya marka horta hooyadu waa samar badan tahay haddana waxa waaye markaan dhahno in aabihi baxay oo dalkii aaday ama askarti waagi Soomaali ee nabad ahayday askariga markii la bedelo ilmihiisa waa laga daba bedelay jiray taas waa wadankeena markuu nabad ahaa hadda waxa waaye adoon aabihiina oo ilmihi aaday isan la guureynin inta dhexda xirato ilmihi hayso oo kursa ayadoon aabana la joogna ilmihi kursana anagu oynayna ilmihiina kurina ilaahayna waxaanu toosan ku jirnaa marka ani waxaan aaminsanahay hooyada dhahaysa ninkay wax walba u qabi jiray inkastoo qurbaha laga deeriyo la yiraahdo ee ragu haweenka ma caawiyaan laakiin ani waxaan dareensanahay in ragga iyo haweenka intaan loo jeedin ay is caawiyaan is qabaan mar walbana waxaan yiraahdaa burburka ayaa tirada ka batay laakiin ani waxaan aaminsanahay burburku inuu yar yahay oo inta banaanka isoo dhigaysa ay ka badan tahay inta qarsoon oo isqaba oo awladooda wada korsanaaya laakiin anaga seenbiro waxaan aragnaa in tiirta dhibka wax badan loo noqota marka in ilaahay wanaag nagu soo wada celiyo sababtoo ah hadda waxaan arkaa barnaamij oo naciim show la yiraahdo oo rag iyo haweenkiiba ay ka doodaan maalin walba oo sabti ah walba sabti ah oo furtaanka laga hadlo oo qabburburka laga hadlo oo la yiraahdo hooyada ninka ciirisa oo qaar ay dhahaan hooyada ninkii aan naag la aroosay ee qaar ay leeyeen ilmaheena noo diiday waxyaabaha ka dhacaya naciim show oo xataa ah wax anaga hadda hadaan radio keenahay mustamici inta oo macnihiisa banaanka taalo burburka badana aragtay in ay u tahay waayay aragnimo ee korsanaay ku korsanaay waa fiicanta in la soo yimaado ee la isku nafiso si macna qofka waxa uu qaba kato uu u sheego waxaan maqli jiray in ilmo abale hadana agoona sax way jiraan ilmo abale agoona waxa waa ilmihi aabu waa leeyahay aabihi hadii aan markan guriga wada joogno oo si ay caawineynin aniga ma dhigi kar ma hadii caawin weysay ma dhigi kari asaga in ilaahay ku soo hadayo asaga oo dareensiyo ma ahan aan lama diriri kari laakiin hadda anigu aan dhaho asaga ilmihi ilmo aadan caawinay iga bax faa'iido ima soo kordhaysa aniga waxna ima soo kordhayaan soo dadaa asaga ceeriyay ilmihi kaligood ayaa aniga aan hooyo aabo u noqonaa ilmihi markii qurbila joogana aabo lagama maarmo aabo waa muhiim marka anaga haweenkeena laakiin waxaan fiirinaa inta yarta oo qaladka uu nagu sameeyay laakiin waa inaan inta qaladka aan u samarno si ilmaheena oo noola aruriyo ilmihi iyo aniga iyo asaga aan ilmo u wada arursano laakiin marka hal qof ay tahay farkeliye fool ma dhaqdaa la yiri lamaanu waa subaahan yihiin sida aniga ra'yigeyga ama gabdhaha Soomaalida ay ila qabaan in micni la isu samro oo la isu dulqaato barnaamijka qaybihiisa dambe gabagabadiisa inuu maleena nadiifo su'aasha ugu dambeysa aan jecel lahaa inaan ku weydiiyo ragga Soomaaliyeed waxa uu sheegi lahayd wallahi ragga Soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa hadaan haweenka nahay waa idin ixtiraameynaa waxaan rabnaa adinka oo dhan walba ama dalkeena ama qurbihiiba nala joogtiin in aad haweenku way idin baahan tahay inkastoo la yiraa ragga waxay u baahan yihiin in la koolkooliyo sida caruurta marka anaguna haweenkiyaan nahay waxaan u baahanahay sida caruurta in la koolkooliyo bal dhinaca fiican loo fiiriya isxaan loo sameeyo gabdhihiina usoo laabto reerihiina barabiyo sawadiyaal barnaamijkii inta ayaan kusoo gabagabeynayaa nadiifo cali faarax ayaa martii igu ahayd dhinaca farsamada ee shariifka iyo naasir yare ayaa inoo joogay barnaamijka anigoo maryan seelaca ayaa idin soo saaray halkana
إذا كسر جيدنا أي مرتدي قد كتليفون كوه هلا شيء إن جلقة يبقى شوي في كل ذو ذي إن معنا إنه سو قد بينا إن أدي هذا يعني قوم هذا علينا يا أنت أصدر سنة أضو حالي هاي أي نعم طبعا كهم بلينا يا إن أفرتن إيشن جوردي أفك الصومالية أفك هويو إن أن له لما هوين كان لهذا يا هوينو وحول بعدين كأول دبر عديتين المهنينا لو قدي لو قدي كلا أي مل والبقى كبرتان لو قديني ويلوبين مركب وحلا يا أفك هويو يقولك هويو يا هوينو أدين كلا إنه كم جعابي مركب وإنا بتبعد إنه أفك إنه هويو يقولك إنه هويو أما سنتاي هذا ما سنتاي إن برنامج هنا أنت أيام كسو قبل قبلين يا أنت برنامج كان برنامج لمدة مركب له سبتكلاته إنه هل كان نكون كل مدونه أنا يا أصحابتي ذو رمانتي لو يسكتوا ونو حانك قتلينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. We'll be right back.